ودير عشان اوريكم واعمن على كلامي، وان دي مكالمه صوتيه واحد بتاع الجنجويت. جنجويتي ضرب اخوانه ضربه من حديد، هو ما جنجويت يعني، ما جنجويت مستنكر الكلام ده، بس كلام اللي بيسووه جزء من اهله ده مستنكره. عندنا مكالمه صوتيه، يا ريت الناس تشير، وضربهم ضربه من حديد، وبالذات الناس اللي جو من الخارج الوطن، يعني من سنتر افريق ونيجر، والمهم وات نفر، فضربهم ضربه من حديد. دي مكالمه صوتيه عندي، وعندي برضه لود البلد، يمكن في واحد بيعرف ود البلد، انا ما اعرف ود البلد قاعد في امريكا ولا بريطانيا، ما اعرف. رشل لي يعني مقاطع كثيره صوتيه وما رفعت عليه، ولكن الليله انا حرفع عليه. في ربيع، ربيع طبعا قاعد يقول لك قوس ومع قوس وجردل وجركان وطشت، برضه قال كلام مهم جدا يعني، دقيقتين كده برضه حرفع عليه. والكلام ده كله الداير ده انا الليله اجيبه والخصه واكد لكم. انا قبل كده قلت لك طلعوا الكيزان وشالوا الكيزان وقعدوا الكيزان، شالوا محمد احمد، شالوا احمد وجابوا محمد احمد. يا ريت الناس تشير عشان نبدا في الموضوع، وفيديوهات بياكد لي كلامي، والكلام ده بقى عليك هنا تخط حلقه في اذانك وتتاكد تمام انه انا المركز ده فاهمه وفاهم عجنه وخابزه، يعني انا عجنه وخابزه واشتفي واشتفي وبعرفه تمام بالتفصيل. في ناس بيعرفوا اكتر مني انا، لكن خونه جبن خسيسين ما ادري يجي يتكلموا، الواحد بخاف. وفي النهايه هو ميت ميت، يعني انا ما اعرف هو خايف ليش. الجبن عار، في ناس عندهم جبن مركب، في ناس لكن تركيبتهم تركيبه كيزانيه، عشان كده ما يقدر يتكلموا، ما يقدر يقولوا كلمه حق. المهم شوف انا دار لي بس 200 نفر نبدا، 200 يا جماعه، 200 كلام امرح. عصروا اللايف، عصروا 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 يا جماعه، جدوا جدوا اللايف ده ميت مره واحد، نايم مره واحد، اللايف ده نايم مره واحد. بعدين طبعا هشيروه، الناس اللي بيجوا الساعه 6 ونص بعدين بيشيروه، فبيشيروه في صفحات بيشاهدوه اكتر. احنا نبدا بقدر ما نقدر. طيب طيب انا الليله دايرين نرفع لود البلد، ودير اربطه بالفيديو ده، يا ريت الناس تشير لنا يا جماعه، ودير اربطه بفيديوهات كثيره خلاص. طيب ود البلد ده انا دير ارفع له، وبعد ذاك ارجع للفيديو ده هنا. شيروا لنا يا جماعه، شيروا لنا نرفع لود البلد ده يا جماعه، نرفع لود البلد ونربطه بكلامي انا ذاتي. طيب اروح يا ود البلد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالين نعمل جرد حساب سريع كده، شعبنا السوداني الجميل، نتكلم من المدمرة كولو قروشة والملابسات بتاعتها والشغل اللي حصل فيها، حصل شنو في الكلام ده؟ نحضر نزل حكومة حمدوك وعمبلوك ومعام نصر الدين في الموضوع ده، القروش وداها وين بتاعت الضمان الاجتماعي وشالوا 80 مليون دولار. نخش تاني سريع سريع عشان المسألة التسجيل ده يمشي للناس كلها. نزل عن مؤتمر باريس، مؤتمر باريس ده شالوه ومولوا الاولاد ديل وشالوا لهم اولاد فسحوهم كده بمنظمة اسمها الرينبو بتاعت المسلمين ديل، لانه قطعت التذاكر ومولوا وقالوا بنعيد فورا مؤتمر باريس والطاقة والاتصالات وحيدونا قروض وحيعفونا. وين القروش دي والناس جعانة ما لاقي لها العيش ب 10 جنيه؟ الكلام ده وينه مشى؟ وين قروش التمكين مشت؟ وين والقروش اللي قبضوها في المدينه الرياضيه وقروش شركه فوكس للزيوت وناس وجدي والضرب بتاع شركه التعدين وعبد الرحيم دقلو؟ دي كلها ملفات فساد ضخمه جدا. وتاني شركه زبيده والسماد، وكل يوم 40 فضيحه، 40 50 فضيحه بتاعت مال عام، والود اللي اسمه عجوبه ده سرق القروش وعنده 55 مليار، وذاك ما عارف اشترى لي بيته عربيه ب 400 مليار، وقال انا ما عندي بيت وعندي بيتين واحد. ونحن قايلين الناس ديل قايلين انا بهايم، في زول بيشيل قروش بيحطها في اسمه ما بتشتري بيها ذهب وتدفنه في محل، نحن ما عارفين الشغله دي وين، وقروش التعدين وينها، والزول اللي اديته لاند كروزر واللاند كروزر راكبه ده من وين؟ ده ما فساد ذاته، اللاند كروزر راكبه بتاع شركه سوهاج التعدين ده، وردول اداك وردول قال نحن عنصريين، وقال كل الكلام ده فساد 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 رهيب جدا، فساد نابزل بحاس. طيب الله، طيب دقيقة يا جماعة، دقيقة نكمل له يا جماعة، نكمل له نكمل له. اللاند كروزر الراكبه بتاع شركه سوهاج التعدين ده، وردول اداك وردول قال نحن عنصريين، وقال كل الكلام ده فساد 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 رهيب جدا، فساد نابزل بحاسب زول.
كله. عشان كده قاموا شالوا الهيئه القضائيه وشالوا النائب العام وغيروا المراجع العام عشان ما يطلع ضدهم تقرير. الكلام ده كله الناس حافظينه. واللي شركه فوكس للزيوت وما بعرف منو العقيل جاب كل يوم نادر بتاع نادر عبيد ده بجيب له مو قضيه فساد كل يوم وكله ما في كلام كله. انا ورفع السماء بلا عمد ولا يتحلف لنا الراجل ينفخ لنا في ريشه ورئيس الوزراء عامل نايم وضان الحامل طرشه وضربوا القروش كلهم مع بعض وضيعوا قروش البلد والبلد في حاله مجاعه وانفلات امني وشرق وشمال ونهر النيل دار ينفصلوا وده المخطط جاي له من هناك انه يفرتقوا البلد بالاقتصاد يفرتقوا السودان ده بالمهدد الاقتصادي. يبقى الحروب دي الناس راضي انتهت. فأي زول يقعد الثاني وتزعة طويلة و18 طويلة ده كله التزعة طويلة ده فكتهم بتاعت مجلس السيادة دي المرة المجنونة المرة المخرفة عمرها 300 سنة دي اسمها منوي عشة دي مشت فرتكت الناس مساجين ناس مساجين ومجرمين قاعدين جوا السجون طلعتهم عشان ينهبوا الناس عشان يعملوا انفلات الأمني ويفتتوا المجتمع ده. طيب ده ود البلد. أنا رفعت لك يا ود البلد تهياتنا وإنت رسلت لي بريحات كثيرة في الخاص ولكن أنا ما رفعت عليك وأنا هسي رفعت لك وعندي فيديو بيأكد على كلامك على الفساد والناس بيفتكروا إنه أنا ما بشجع على السرقة والاحتيال والنصب لكن ده أكد لك تأكيد تمام إنه حتى عائشة عائشة أستاذة عائشة في المجلس السيادي فكت 417 نفر ديل كانوا مجرمين وفكوا ما بقوا تزاع طويلة واللغط والبتاع والبرنامج ده كله. طيب 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 أنا أقول لك إنه أنا تذكر قبل اليوم قلت لكم يا جماعة شايروا ليه يا جماعة شايروا لنا الليلة في شغل كثير الليلة في شغل بأدب. أنا ما قاعد أتكلم في الموضوع ده كثير بس أقول لك طلعوا الكيزان وشالوا الكيزان وقعدوا الكيزان بس وبقفل الموضوع ده صح. طيب أنا أخش لك هنا في الزيت جبنا ود البلد نخش لك في البرنامج ده هنا. طيب 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 نخش لك في البرنامج ده هنا. انا جايك واحده 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 جد يا ريت الناس تعمل لنا شير يا جماعه. طيب بالنسبه للناس انا نقلق فوقهم بعد ذاك نجيبهم كويس. طيب انا قبل اليوم مش كلمتكم قلت لكم يا جماعه طلعوا الكيزان وشالوا الكيزان وقعد الكيزان يعني في شماليين طلعوا ضد البشير وشالوا وجابوا شماليين صفوا وقعدوا. مش ده كلامي اللي انا قاعد نقوله حسي ارجع تهد وفتش الليله باقي اليوم ده كما لقيت الكلام ده وبتاريخ اللايف ده بتاريخ المهم قول لي انت كذاب. طيب ده الراجل ده كلكم تعرفوه معروف موجود في الميديا اسمه ربيع. الناس قاعد يقول لك هوس جردل جركانة طشت انا ما بهمني بهمني كلامه قال شنو هنا في النقطة دي وانا عشان اوريك واكد لك واربط لك الموضوع ده انه ناس حتى ناس انا اسمه كلامه بس ناس جبرين ديل قاعدين ساكت عبارة عن كراتين ساكت اسوان ما خلاص انا هسه لو دار اجي اتكلم اسقط البشير منه ما نبقى صادقين ونقول اسقط البشير منه السقط البشير سقطته صراعات الشماليين الشماليين نعم والله الذي لا إله إلا هو الذي رفع السماء بلا عمد السقط البشير هو صراعات الشماليين الشماليين نعم وجاب قحط خطاف الحكومة صراعات الشماليين الشماليين نعم ليه ما بتقولوا الكلام دي ما حقيقة لكن انتوا ماذا انت تقولوها أيوة انتوا بتجروا للشماعة القصيرة تقول لك ناس الغرب والحركات المسلحه هم دول كلهم كومبارس كلهم كومبارس ايوه ده مني ده جبريل كلهم كومبارس ايوه ده اردو الكومبارس جابوه خدته اكلوا من تحته والان بيقشوا وسخن فيه ويستاهل لانه زول كومبارس نعم الليله البلد كلها قايمه في 250 الف دولار ما دفاعا عنه ما ليه الفساد ده كله بقى في اردو ده صراع الان الاورد البلدي انتوا ما دارين تخشوا فيه انتوا دارين تتكلموا عن حل الازمه الازمه ما في الانفصال نحن ممكن نشيل عفشنا ونمشي ونحن ما طلبنا الانفصال لكن لو قلتوا نحن ذاتنا نشيل عفشنا ونمشي لكن والله بيناتكم تاكلوا نار لمن عمركم ما تقوموا لانه الصراع الان الحالي ده ما صراع نحن ما عندنا فيه شيء نعم الان حركه مسلحه دي خشت الخرطوم سؤال المسالكم وين ترتيبات الامنيه قادرين يعملوا ترتيبات امنيه ما قادرين يعملوا ترتيبات امنيه نعم قاعدين يدقوا جرس كل يوم هم لو كانوا فاعلين في المشهد كانوا يعملوا ترتيبات امنيه
انتوا في حاجات ما بتعرفوها، في حاجات تحت ما بقولها للناس برا ساكت. حركات دي شنو يا زول؟ حركات مسلحه بتاعي. هو جبريل ناس اللي قاعد قروش لجنه اذا تمكن يقدر يتكلم فيها. انا ساكت. هسه لجنه قروش اذا تمكن قال انا وزير ماليه ما سلموني قروش، يلا اطلع ورينا ما سلموك القروش، انت وزير ماليه هتعمل شنو؟ هيسكت يقعد. ما في دين ما فاعلين في المشهد. مشهد ده عنده ناس ثانيين. الناس الفاعلين في المشهد دي نصهم في كوبر ونصهم في السعوديه ونصهم في الامارات ونصهم في مصر، دي اللي بيدوروا المشهد، دي الفاعلين في المشهد. البلد دي مدورينها دي كارتي، علي عثمان، نافع، قوش. بس لغايه في واحد كتب لي ربي كوس، يا اخي كوس جردل جركان طشر. انا بس دير اربط لك كلامي ده هسي كده اثنين، دير جبت لك كده اثنين وخاشي لك في الثالث انا. دير اربط لك كلامي زمان قاعد اقول، قلت لك بس ركز لي في النقطه دي. طلعوا الشماليين وشالوا الشماليين وقعدوا الشماليين وشالوا الوسخ رموه في تسعه طويله وشالوا الوسخ رموه في اردن ورموه في جبرين ومناوي. لا كبار الحراميه وكبار الكتالي للقتلة وكبار سفاكين الدماء وكبار المهم كميه دي اصلا شماليين. انت زي ما قال ده كومبارس، انا بقول له ده عباره عن ضنيع ما تم ضرب. نمشي قدام، نمشي قدام فيديوهات بس. طلعوا ركز بس امسك لي النقطه دي بس. طلعوا الشماليين وشالوا الشماليين وقعدوا الشماليين وجابوا الشماليين بس كده. ركز لي في النقطه دي بس، ركز لي في النقطه دي بس. انا جايك انسوريا انسوريا، انا جايك في الليل دقيقه بس اوريك كتاب الليل. أدلة بس بالشوالات الليلة بس هذا اللي طلع قال عزلنا المجلس المركز وحليناه الكلام اللي انت سمعته ويشيل المحضر الأول بتاع الاجتماع الأول وينشره في الميديا محضر الاجتماع الأول مش الثاني ويجيب الأسماء فيه كلام لكن أنا وبر الناس كذبنهم إنه هم ما نشروا المحضر ده حسب تحليلاتي أنا في ده المجلس المركزي اصلا كانت خط اصلاح ماشي مع حزب الامه واللجنه بتاعتنا اجتمعت مع حزب الامه قبل 20 ساعه من اللقاء ده واتفقنا على كل شيء وابقى اكثر وضوح حزب الامه قال لي يدوا 10 مقاعد في المجلس المركزي والحريه والتغيير اتكلم عن حزب الامه ياخذ 7 مقاعد والاحزاب الثانيه مقاعد 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 ثلاث دائره قال حزب الامه ده كان ما اخذ 10 مقاعد دي صعب نقدر نجي. يعني الصراع الان من حزب الامه تجاه يعني المجلس المركزي في تحليل الشخصي في دائره من دوائر حزب الامه صح ولا ما صح؟ نكرر لك هنا بس الجزئيه في ده المجلس المركزي اصلا كانت خط اصلاح ماشي مع حزب الامه واللجنه بتاعتنا اجتمعت مع حزب الامه قبل 20 ساعه من اللقاء ده واتفقنا على كل شيء وابقى اكثر وضوح حزب الامه قال لي يدوا 10 مقاعد في المجلس المركزي والحريه والتغيير اتكلم عن حزب الامه ياخذ 7 مقاعد والاحزاب الثانيه مقاعد 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 الدائرة. طلعوا الشماليين وشالوا الشماليين وقعدوا الشماليين، انت مين؟ حمام ميت انت، انت ما موجود، انت خدت لك لمنتي بس في المدفع وجند لك ملاش، انت كدارفوري، جبال النوبه شالوا سلاحهم قال ابو راجل يجينا هنا، اخير شويه ما في زول بيغتصب ليه وما في زول شويه كده اخير مننا يعني. يعني نسبة أقول لك أحسن مننا بمية مرة ضغط مش شوية. شفت الليب ده كيف؟ عشان ما تقعد تعمل لي طقة كتير في راسي وأنا وبتاع ويو بي إف وفكرة وأنت ميت، أنت حمام ميت، أنت ما قريت مركز. هم دارين فصلوا لشنو؟ يا أخي مني ده تعبان ليه؟ وده كل العفن تعبان ليه؟ الحركات دي كلها مش منبطحه راكبينهم في ظهرهم شادينهم اخراج قديم بتاعت مويه تعبين ليه؟ وبعدهم نقرطين لا شايفين انه ارشم كده يتهزى الان الغريب شنو؟ اي زول برجع لي انا في الخاص انا احمد كسل ده كان مثقف كان وسط كان المهم انسان عادي في النهايه بالذات ابناء الشمال بقول لي يا اخ نحن بنتفق معك يا احمد وقاعدين نشاهد لك مرات انت قاعد تقطع زلط بس صلح من اسلوبك شويه كده لكن هنا اكثر ناس قاعدين نشاهد لك ونتفق معك في برنامج كثير واكثر حاجه بنتفق معك انك انت قاعد تردم الجنجويت شفت الليب وين؟ بعد اشوف بجيك في الخاص وما بقول وما بيتكلم في زوره ولا قال ان احنا دايرين ننفصل ونحن طبعا قلنا لهم بس تجربوا حظكم بس
جربوا حظكم بس. البلد دي لما تعمل قاعد ده هناك الافغان ما لقوا وينشن، طياره الوينشن ركبوا في، انت تركب في شنو؟ ما في حاجه ذاته، تمشي كالداري الوقع بالقطع.